The position of a crate sliding down a ramp is given by مدين ال x مدين ال y مدين ال z. Where t is in seconds. Determine the magnitude of the crate's velocity and the acceleration لما الزمن بيساوي 2. طيب هو ال r بتساوي ايه؟ مدهلنا 0.25 t³ ده في اتجاه ال r. مدينا 1.5 t² في اتجاه ال j. ومدينا 6 minus 0.75 t² بالسهولة يعني في اتجاه ال k. طب تعالوا نشتق كده يدينا ال v. نشتق 3 تنزل تحت يبقى 0.75 t² في اتجاه ال r بلس 3t اتجاه ال j بلس ماينس بقى لان 6 راحت 2.5 0.75 فطلع الجواب ماينس 1.875 t. نزلت ال 2.5 يبقى ده 1.5 في اتجاه ال k. ده ال v. طب اطالب الاكسلريشن بالمره نجيبه ال a بتساوي هيبقى 1.5 t i زائد 3 j ناقص الرقم ده في 1.5 طلع 2.8125 t⁻¹ في اتجاه ال k. نجيب ارقام بقى. ال v بتساوي هو طالب ماجنتيود يعني لازم في الاخر اعوض وهي تحت الجذر. طيب هنا 0.75 في 4 يعني 3 صح كده اي و 3 في 2 3 في 2 ب 6 جي وماينس 1.875 في 2 أس 1.5 طلع الجواب 5.3 كي. كل ده متر بير سكند. يبقى اذا ال في بتساوي تعالى نربع ده ونربع 6 يعني تربع 36 و9 كمان يبقى جذر انسر. فطلع الجواب 8.55 متر بير سكند. كده جبنا الفيلوستي كماجنتيود. عايز كمان الاكسلريشن كماجنتيود. الاول اجيب الاكسلريشن كفيكتور 1.5 × 2 = 3 والتلاتة 3 ماينس 2.8125 ضرب 2 أس 1/2 اللي هي جذر 2 يعني فطلعت 3.98 كي. كل ده متر بير سكند سكوير. عايزين الاكسلريشن كماجنتيود بتساوي نربع ده زائد دول 9 و9 = 18 وناخد جذر الانسر. فطلع الجواب 5.82 متر بير سكند سكوير. يبقى دي أجوبة السؤال. هو ادانا ال r اشتقيت جبت السرعة اشتقيت جبت الاكسلريشن عوضت بالقيمة اللي هو مدهاني وجبت الماجنتيود في كل حالة سواء فيلوستي او اكسلريشن.